السلام عليكم متتبعي ومتتبعات القناة ديالي. اليوم يا حبايبي، نزولا عن طلب بعض المتتبعين ذكور يطلبوا مني ما نبقاش نقول اهلا البنات، خصني نبقى نقول اهلا متتبعية ومتتبعاتي. وان شاء الله نبداو مع بعضياتنا. عندنا غنصايب لكم اليوم كسكسو، بما ان جايين عندي الضياف للغدا قلت أرى غندير اليوم كسكسو، أرى نشاركو معكم الطريقة ديالي. عندي هنايا أحبائي، عندي واحد الكمية ديال اللحم لا بأس بها، بين كيلو كيلو ونص، وعندي هنا نص كاس زيت بلدية ونص كاس زيت رومية، عندي هنا ملحة معلقة ديال السمن، وهنا ديك التخليطة اللي كنقول لكم فيها بزار قزبر حبوب سكينجبير والخرقوم، وكنحك فيها البنات ضويمات ديال الزعفران، كنخلط كلشي وكنديرهم في واحد القريعه وكنبقى نخدم بهم. الا كانت عندي الكميه كبيره كنخزنها في كونجيلاتور. وعندي هنا واحد 4 طماطيشات محكوكين، هنا واحد بصله كبيره مشلضه، واحد قبيطه ديال القزبر ومعدنوس، ولا عندكم بصله صغيره غديروا جوج. وهنا عندي واحد الكميه ديال الحمص. دابا البنات غادي نبداو مع بعضياتنا ان شاء الله نصبو. هادي دابا انا باش يطيب ليا اللحم البنات ما غنديروش في البرمه، غندير الكوكوط حتى يطيب ليا نص طيبه، عاد غادي نردو البنات ان شاء الله نردو البرمه مع نكمل مع الخضره، لان حنا كنعرفوا الخضره ملي كتكون طريه كطيب بواحد. غندير البنات كلشي مع بعضياته، هانتوما طريقة ولا أسهل. غندير البصلة، غنخلي هاد الربيطة البنات حتى نقلي، عاد غنديرها حتى نبغي ندير نمرق، نديرها هي والحمص، باغا نشعل عليها البنات، وغنجيب البلانشة ديالي وغنبدا نحرك حتى تنسجم ليا العناصر مع بعضياتها ونتلاقاو. شوفوا دابا ها هي كتغلى لينا، بدات كتغلى، تعرق لينا اللحم يا المتتبعات والمتتبعين ديالي. غندير ديك الربيع وغندير الحمص، ها هو منقي ومفزد، وغادي نمرق. عندي الماء مسخون ما طايب باش كان اللحم ما يقرجحش ليا كي كنقولوا. دابا غادي نخليو غنسدو على الكوكوط ديالنا ونخليوها طيب على خاطرها تدخلها طيب نص طياب، وعاد غادي الساعه نردو للبرمه كلشي ان شاء الله ونتلاقاو. شوفوا متتبعية ومتتبعاتي، باقا ما مولفتهاش هاد الكلمه مولفه، كنقول البنات تجيني سهله. ها اللحمه ديالنا البنات دابا دخلها الطياب، حيدناها من الكوكوط والحمص البنات لقيتو طاب ولا زبده، ما غاديش نردو، خليته هنا صفيتو خليته حتى يطيب، وعاد غنديرو من الفوق ان شاء الله. وعندي هنا لفت خيزو مكور، وهنا عندي القرعات بجوج البنات. دابا غادي نرد الخضيره ديالي هنا في البرمه، وعندي المطايب هنايا في هذا سميتو باش غادي نكمل التمريقه ديالي، وندير الخضيره ديالي تمايا غنديروها مع بعضياتنا. دابا غنحيد هذا الكوكوط بعدا اللي ديجا راه طايبه واجده، خليت فيها مريقه باش ملي نبغي نسقي البنات غنسخن ديك الحمص، ما غاديش نحطوها هكاك بارد. نديروا هذه المكورات هما الاولين فوق الحيمه، الحيمه راه طايبه نص طايبه، ما كنبغيتهاش انا طيب بزاف باش ما تهراش ليا، داكشي علاش درت لها هذيك العمليه. الفيته حتى كنفور البنات ديك التفويره الاولى، عاد غنزيد ديك القريعه باش ما تهراش ليا عاوتاني حتى التفويره الثانيه. دابا غنمرق البنات، كنتمنى يكون هادشي واضح لكم الشابات، الماء سخون باش كنمرق، ندير قياسي بالمرقه تغطى لي الخضره وغنشعل عليها.
ونخليها تغلى ونتلاقاو البنات بلي نبغي نفزك الطعام ان شاء الله. دابا ان شاء الله غادي عندنا هنا واحد كيلو ديال الكسكسو، وعندي واحد ربع كاس ديال الزيت غادي ندخلو ليه ديك الكيلو ديال الكسكسو. غنلبسو كامل بهذا الزيت البنات. انا كنهضر مع المبتدئات، اما اللي كيعرفوا راه ماشي مشكل، راه كنحاول نعطي المبتدئات. وهذا الكسكسو البنات طالبيني عليه جوج ديال المتتبعات، وحده من ايطاليا تحيه ليها من هنايا مريم مهيدرة، وحده مرات خويا رجاء، كنتمنها تكون كتشوفني، ونوجه لها التحيه من هنا ليها والزوج ديالها وبنتها، وتنقول لها الصيف واجي نعاودو عاوتاني القصاعي اللي درنا في الصيف اللي داز. دابا البنات عندي كاس الماء البنات غنكبو كامل كاس من هذا الحجم. الا كان كسكسو البنات كيشرب غنزيد شويه د الماء، والا كان كسكسو ما كيشربش ديك الساعه كنكتفي بهذا الكاس اللي درت صافي. كندخل ليه هذا سميتو، وعندي البرمه ديالي راه غلات البنات انتما كتشوفوها كسكاس فوق منها صافي. غنخليه يشرب شويه، انا بالنسبه ليا هذا الكاس كافي اللي درت البنات. هذا الكسكسو ديك الكاس قدو، وممكن نقول لكم البنات النوعيه واخا ما انا دايره ما دايره لا اشاره لا والو. هاد البنات هاد الناس هاد الكسكسو هذا الاتقان حتى هو كيجي زوين. البنات غنتسناو يشرب شويه ونعاودو نتلاقاو باش ردوه يطيب. دابا الكسكسو ديالي ها هو شوفوا شرب ديك الماء ديك الكاس الماء راه كاس كبير البنات شربوا كامل. دابا غنديروا الكسكاس ديالي فور نقرب بصريه دابا نخليه يفور على خاطرو تيفور ونطلع. ها برايمتين كتفور يعني كنتمنى ملي تفور ونتلاقاو البنات باش نعاودو الطعام مع بعضياتنا. ناخذ الكسكسو ديالنا البنات سخون البنات. اللي مبتدئين ما تيقدوش على السخونيه، حنا دابا الخبره مع السنين ولينا ما كنبقيناش كنخافوا منها، يدينا ولفوا. نفس الكاس البنات اللي خدمت انا لا لاحظتوا درت الكاس الاول تاع الماء شوفوا هو تبارك الله كيزكى راه سخون. غنزيد
مزيان البراد دابا، ندير له مليحه في الجينه بنين، عاود ندخلها الا كان كسكسو البنات كي قلت لكم ماركه مزيانه راه كيشرب الماء. دابا هذا البنات انا راه شرب ليا الماء، راه غنزيد واحد نصيص تنبقى نحس به جا رطب بينات يديا ما يبقاش حرش، عاد كنعرفو راه خدا الكفايه ديالو بالماء. دابا غنزيد واحد نصيص ديال الماء ونشوف، متخافوش منه، هو زديه الكاس كامل بحال هاد البنات زديه ثلاثة الكيسان د الماء. خليه يشرب ونتلاقاو من بعد، ملي بغي ندير له شويه الزيت نردو عاود يطيب الفوره الثانيه. الخضيره ديالي درت دوك البطيطات اللي قلت لكم على حساب الدراري، ونتلاقاو ان شاء الله. شوفوا الكسكسو ديالي من بعد ما شرب الماء دابا غادي نزيد له الزويته، حتى مكملش نص كاس، شي ربيع كاس غندخلو ليه مزيان ونردو الفوره البنات ونطلقها. البنات الكسكسو ديالي اوجد هنا البنات، درت واحد معلقه كبيره ديال الزبده وواحد معلقه ديال السمن، غنخوي عليهم هذا الكسكسو. كندير ديك الزبده البنات باش كيجيني كسكسو رطب. دابا البنات غنحل الكسكسو ديالي ديك الزبيده اللي عندي تما مع ديك السمن. عصبني البنات، ها الكسكسو ديالنا، درت ديك معلقه الزبده ومعلقه السمن باش يجيني رطب. وغادي نحلو مزيان نبرد شويه، نتمنى تكون الصوره واضحه ليكم. الزبيده ديالنا ها هي كندوبها، كنبردو شويه البنات عاد غنخشي في يدي، نتوما عارفين دابا كي داير طايب بزاف. غيسمحوا لي هذوك اللي قالوا لي ما تقوليش البنات الدراري، ولكني راه ولفت نقول البنات، كتجيني نقول متتبعون ومتتبعات ثقيله.
البنات ما غاديش نحبس تنصور لكم. نخوي شويه الوسط فين لحيت باش نحيد الكشمه. غير انت كتباني وخا تباني ندير اش هنا دابا كنسقيو الرقه ديالنا. انا قاعدتي كنسبق لنا هو الاول حتى كيشرب ليا الطعام، عاد غنبدا نحط الخضره من الفوق. هي ديك القرايعه البنات حطها من الفوق. نجبد ديك اللحم ديال البنات الحمص البنات اللي كنا طيبناه في الاول مع اللحم، كنتمنى تكون واضح لكم. ها هو غنديرو من الفوق
ها هي القصريه ديالنا واجده على حقها وطريقها وبالصحه والراحه. ولا عجبتكم البنات ابونا واللي كتوحم تسمح ليا و الى وجبه اخرى ان شاء الله.